طبعا يعني احنا بنشكر الجهة القائمة على الحفل الكريم، مركز التحكيم الدولي او هيئة التحكيم الدولي على التكريم ده، وهو كان لقاء طبعا جميل، سمعنا فيه افكار جميلة، في تواصل للأجيال، تواصل لأفكار مصريين مخلصين نعقد عليهم الأمل في نهضة وتنمية مصر، ربنا يكرم إن شاء الله. سمعنا أفكار جميلة وحاجات كويسة، واجتماع كان كويس وهادف، وفي يعني كده شكل حميمي وفي تكريم وحاجات كويسة. بالتوفيق إن شاء الله.